بتمنى اتحاد كرة القدم انه يعترف انه يكون ايضا هو اخطأ في هذا الاختيار، لانه عدم التوفيق مصاحب للكابتن حسين عموتة منذ المباراة الاولى وحتى الان، لانه اختلفت النوايا. نعم استاذ يحيى، خلينا نكون واقعيين. نعم. انت اليوم كاتحاد كرة قدم وضعت اهداف، هدفك نعم. كان هو الوصول الى مونديال كأس العالم، نهائيات كأس العالم، صحيح؟ صحيح. وعينت جهاز فني بقيادة الكابتن عدنان حمد. نعم. بعد مرحلة كانت سيئة لفيتال. صحيح. دمار كان للمنتخب الوطني، منتخب بلا أي هوية. نعم. وبلا أي هيبة في كرة القدم. نعم. افتقدناها. صحيح. عدنان حمد الأهداف كانت منه الوصول لنهائيات كأس آسيا. صحيح. ونهائيات كأس آسيا، ووضع الأهداف بالوصول إلى كأس العالم في فترة وجود عدنان حمد. صحيح. في كأس العرب حقق الفوز على منتخب السعودية، حقق الفوز على منتخب فلسطين، تعرض لخسارة كبيرة أمام المنتخب المغربي وأمام حسين عموتة. لعبنا وقدمنا مباراة جيدة كانت أمام المنتخب المصري في نهائيات كأس آسيا، حققنا الفوز في الثلاث مواجهات، تصدرنا المجموعة ووصلنا إلى نهائيات كأس آسيا التي سنخوضها مع نهاية هذا العام. في المواجهات الودية منتخبنا كان الأداء برتفع، آخر مواجهة كانت مع صربيا. صحيح. وجامايكا حققنا الفوز، خسرنا مع صربيا في مباراة قدم منتخبنا فيها مستوى كان جيد ورائع. بعدها بتجدد عدنان حمد. صحيح. قبل شوف. الاستحقاق بشهر شهرين، وين الاحترافية في العمل؟ نعم. احنا للأمانة ما نمر به زي ما تفضلت هي نفس فترة الكابتن فيتال، احنا خسرنا التأهل لكأس العالم او المرحلة الثالثة بتعادل على أرضنا مع فريق الكويت اللي كان من أضعف فرق المجموعة، وخسارة على أرضنا مع فريق الأسترالي اللي كان في أضعف حالاته الفنية. اليوم بنمر في نفس المرحلة، يجب أن يكون هناك وقفة من اتحاد كرة القدم. لا، وأنا ما بتمنى عبر هالبرنامج الناجح أنه ما يكون الحال على حساب الأندية، ما يدور في الخفاء عن تأجيل بعض أسابيع الدوري لمنح فرصة للمنتخب الوطني حتى يتدرب بصورة أفضل لاستعداد لكأس آسيا. أنا بعتقد اليوم اتحاد كرة القدم مطالب أنه يكون في جردة حساب لما قدمه الكابتن حسين عموتة خلال فترة السابقة. هو شوف بدك الواقع أستاذ. نعم. اللي بده يقيم وبده يجرد حساب لحسين عموتة هو نفسه بده تقييم. صحيح. الاتحاد نفسه بده تقييم، والاتحاد نفسه بده جردة حساب. نعم. من يتحمل المسؤولية؟ اتحاد كرة القدم. نعم. احنا اليوم غيرنا عدد من الاجهزه الفنيه، غيرنا كل شيء في كره القدم يا اخي الاتحاد. اذا اليوم المشكله بطلت مشكله جهاز فني ولا لاعبين. تابعنا طبعا بالامس رد المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموت على احد الزملاء الصحفيين في احد الاسئله اللي وجهها. نعم. للمدير الفني، من ضمن حديثه قال له انا واللاعبين خايفين على مصلحه المنتخب اكثر منك. لا، احنا كصحفيين خايفين على مصلحه المنتخب اكثر منك. انت بتهمك في البدايه، وهذا وضع طبيعي، يعني مصلحتك بتهمك في البدايه، في لك مردود شهري وفي لك راتب شهري، وبيهمك تحط إنجاز في السي في. إحنا بدون لا رواتب وبدون لا تسليط ضوء وبدون شهرة وبدون شو كصحافة وكإعلام أردنيين، بتهمنا مصلحة المنتخب، فلا تزود علينا في هذا الموضوع. رغم أنه الزميل الصحفي ما بعرف مين هو اللي وجه السؤال. نعم. لكن شفت رده بالفعل، رده كان مستفز بغض النظر. اليوم بدك تحمل أسئلة الصحفيين، حق اليوم أني أعتب على نتائج المنتخب الوطني، حق اليوم كصحفي أو كإعلامي أو كمشجع أشوف أداء مميز وجيد من المنتخب الوطني، كان في مباريات ودية أو كان في مواجهات رسمية. من وضع العبء الأكبر على الجهاز الفني وعلى اللاعبين هو اتحاد كرة القدم عندما أعلن أن الهدف التأهل إلى نهائيات كأس طبعاً العالم. طبعاً. بدك تعلن عن هدف، بتروح بتشوف المنتخبات اللي بتنافسك وبتشوف كيف بتشتغل عرض الواقع، بعديها بتحدد أهدافك. شوف فيتنام وطاجكستان، هاي المنتخبات اللي عم تتطور كيف اشتغلت على عرض الواقع، بعديها بتعلن عن أهدافك. اما وكانه الساحه فاضيه انه بدنا نتاهل لكاس العالم، ومنتخب طاجكستان بيقدم اداء افضل من اداء منتخبنا في المواجهه السابقه اللي بنتعادل معهم اخر دقيقه، ولكن يعني احنا بعيدين عن الواقع. صحيح. وبعيدين عن المنافسه على المستوى الاسيوي. هذا في جانب التصريحات الاعلاميه اللي كانت بالامس. نعم. من الجهاز الفني. اشكرك. انا غير ملم بتفاصيل كره القدم فنيا، مش مدرب لها، لكن اليوم بشوف ايضا في بعض الامكانيات للاعبين ما بتساعد. يعني بنتابع مباراه اليوم، مباراه طاجكستان، فيش ولا اوفر ولا رفعه تقدر تحكي عنها رفعة ممكن نستغلها لهدف. يعني الكرة العرضية مش قادرين نرفعها بطريقة مناسبة، يا إما بتيجي أرضية وما بتوصل للاعب. يعني فيش أوفر مثل العالم والناس. بدنا نتحدث الفترة اللي تم التعاقد فيها مع حسين عموتة، هو التوقيت كان غير مناسب. هو قبل إنها لا قبل. أوكي. هو قبل. أنت كاتحاد كابتن. قبل كابتن. أي شخص قاعد اليوم أنا ما فيش عروض حالية. صحيح. عرض من المنتخب الأردني أكيد بدي. نعم قبل. وبالعكس الأعذار موجودة عندي، الأعذار موجودة، أنا ما معي عصا سحرية أسوي لك بيوم يومين. الخطأ عند عدم التجديد لعدنان حمد.
صحيح، بس بغض النظر نتفق معه بنختلف معه في بعض في نهجه في اسلوبه، لكن انت تعاقدت معاه، يفترض عند التعاقد مع مدير فني انت عارف شو الاهداف اللي بدك اياها، عارف شو مستوى هذا المدير الفني، عارف شو الاسلوب اللي بده اياه، وناقشت معه بالاهداف للمرحله القادمه، وضعتوا الاهداف مع بعض واشتغلتوا على هذا الاساس. قبل الاستحقاق باشهر قليله بعدم التجديد له، وخرج اتحاد كره القدم حكى انه مرحله جديده بتتطلب نهج وفكر جديد، لا يعني هاي عدم احترافيه. نعم بصراحه. نعم لو نادي كره قدم، لو فيصل او وحدات او اي نادي عمل هيك مع مدير فني كان كل الناس خرجت وانتقدت. صحيح. الاتحاد اليوم صحيح. او لانه عدنان حمد ما كان بحظى بهالشعبيه في الفتره الاخيره، اليوم انزقف للاتحاد على تغيير جهاز فني، لا ما كان في احترافيه. وبالمناسبه عدنان حمد خرج قبل ايام وقال انا ما اجتمعت مع الاتحاد والامور ماشيه، راح اجدد العقد، وتفاجأ بانه عدم التجديد كان له والاعلان عن المدير الفني. عارف ليش؟ لانه احنا هي انا بتقدر تتصل هسه مع الكابتن عدنان حمد. عدنان حمد طول فترة منذ توليه تدريب المنتخب في مباراة جنوب السودان حتى الآن ما واحد في اتحاد كرة القدم كان بالأمور الفنية يتدخل فيه، لأنه ما في لجان فنية. الكابتن كان حتى مشرف على المنتخب الأولمبي ويتدخل بالمنتخب الأولمبي وخيارات المنتخب الأولمبي. اليوم اتحاد كرة القدم زي ما حكيت لك المدير الفني اللي بيجي للمنتخب الوطني بيكون مدلل، فيتال، عدنان حمد، الحسين عموتا، كلياته بنفس العملية. اليوم لازم انه اول قرار بكرة يكون في لجنة فنية، لجنة فنية تضم يعني خبراء اردنيين والساحة مليانة، وانه يكون هناك مساعد اردني موجود. وانه انا قلت لك انا رأيي الشخصي انه يجب انه انهاء عقده، ولكن انا بعتقد اتحاد كرة القدم لن يقف ويقول انا اخطأت. مقتنع بالله عليك اتحاد كرة القدم يجيب لجنة فنية ومدربين محليين؟ اذا هو مش واثق في المدرب المحلي يكون مدرب للمنتخب الاول، بده يحط لجنة فنية تراقب المدير الفني للمنتخب الاول. مع انه بس اقول لما كان الكابتن عدنان الكابتن احمد عبد القادر مدرب للمنتخب الوطني، فزنا على منتخب طاجكستان 3-1 وظروف فنية اصعب من هاي الظروف للامانة. يعني احنا لما نقول انه طائرة خاصة، وللامانة طائرة خاصة تنقل المنتخب الى طاجكستان بتكلف 80,000 دينار اردني حتى اللاعبين يكونوا مرتاحين وما يتغلبوا ومشقة السفر ما تكون موجودة وما نشوفش اداء فني، يجب هذا السؤال ايضا يطرح على اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم اللي حرم الجماهير الاردنية من مشاهدة مباراة على قناتهم. اليوم يجب اتحاد كرة القدم انه يراجع حساباته. انا كيف بمنح انه النقل التلفزيوني حقك؟ اليوم تسويق وتبيع الشركات وتجيب اموال، انا معك، ولكن التلفزيون الناقل، التلفزيون الوطني، التلفزيون الاردني، الراعي الرسمي للدوري الاردني، التلفزيون الاردني اللي ما قصرش معك في المباريات الوديه، دفع فلوس مشان ينقل مباريات وديه، هذا واجب التلفزيون الاردني. واجب، ولكن في النهايه اليوم المواطن الاردني، انا ما عنديش بالدار جهاز اشتراك، ليش تحرم ابني انه يشوف مباراته؟ اليوم الجماهير شكت انه وين بدي اشوف المباراه، في ناس عندها اجهزه فكتشفير، عند اشتراكات بتقدر تشوف، بس معظم الشعب الاردني الله يعينه حاله وضع الاقتصادي صعب، وين تشوف المباراه؟ صحيح. التلفزيون الوطني كان لازم انت اي شرط بين الاتحاد والشركه انه يكون النقل الارضي للتلفزيون الاردني. وفي النهايه اليوم انا بعيدا عن عملي كمذيع في القناه الرياضيه، من حقي كمواطن اردني اني اتابع مباراه منتخب بلادي التي تقام على أرض الأردن في استاد عمان الدولي، من حق اليوم أني أتابع هذه المواجهة على قناة محلية بغض النظر كانت القناة الرياضية أو أي قناة أخرى، من حق اليوم أني أشاهدها. لكن اليوم مثل ما تفضل الأستاذ يحيى، المباريات الودية اللي خلينا نحكي ما بيكون فيها أي اهتمام، وهذا واجب التلفزيون قناة الرياضية بتشتري حقوق هاي المباريات، ومنه أيضا من جانب آخر هو دعم من الاتحاد، زي ما الدوري الأردني بندفع فيه 1.5 مليون، والدوري الأردني لو ينطرح مزاد الآن على الدوري الأردني لو يعرض ويصير في عطاء ما في قناة بتقدم له، وإذا صار عطاء 600,000 500,000 ممكن أكثر رقم يندفع بندفع فيه وبنشر من المؤسسة الإذاعة والتلفزيون 1.5 مليون، هذا أيضا دعم لأندية المحترفين ودعم لاتحاد كرة القدم. المعاملة اليوم مش بالمادة بيننا وبين اتحاد كرة القدم، لكن اليوم أنت مباريات ودية لما إحنا نأخذ حقوقها ونبثها للمشاهد وهذا واجب. أما اليوم أنت في مباراة وشفت أنه في شأن أكبر لهذه المباريات رحت أعطيتها لي شركة خاصة تولت هي المسألة، وحرمت اليوم المشاهد الأردني من أنه يتابع هذه المواجهة لمنتخبنا الوطني على قناة وطنية أردنية محلية بغض النظر كانت القناة الرياضية أو أي قناة أخرى، مش هيك بيكون التصوير. اليوم احنا ما بنتحدث عن أزمة
نتائج. احنا بنتحدث عن ازمه في المنظومه بالشكل العام، منظومه كره القدم الاردنيه في ازمه. احنا موضوعنا مش موضوع نتائج. أيوة. الموضوع مش موضوع انه اليوم خسرنا ومعصبين عشان خسرنا من السعوديه، بكره بنحقق الفوز على باكستان 6-0 اطلع اقعد اهلل وارحب بمنتخبنا والنشامه ومنتخبنا رفع راسنا. لا، هذا الكلام حكيناه في حلقات سابقه وحكينا كثير في هذا الموضوع. كره القدم الاردنيه تسير في نفق مظلم، ونهائيات كاس اسيا على الابواب، ولا يوجد اي فتره توقف. قبل ايام سيتم تجميع المنتخب الوطني. ايضا هون نحكي عن مشاركه مجهوله الاهداف لمنتخبنا في نهائيات كاس اسيا. صحيح. على هذا الاداء الغير مطمئن. صحيح. ايضا مساله وقت، ممكن خروجنا ايضا من الدور الاول. ايوه، انت يعني حطيتنا في نقطه مهمه جدا. جزء انا حكيتها 20 مره وهي المره 21. الانديه بتعاني، اتحاد كره القدم بعدم ايجاد راعي لدور المحترفين وضع الانديه في موقف صعب. صحيح. اليوم الانديه تسلمت اكثر من 95% من مستحقاتها الماليه. اليوم الانديه مجموعه كبيره من الانديه تدريباتها متوقفه، غياب للاعبين نتيجه طلب مستحقات اللاعبين. نعم. والاجهزه الفنيه. الله يعين. نعم. الادارات. الوضع صعب جدا والقادم اصعب، وهي على على لسان رؤساء انديه من هالاستوديو ولقاءات صحفيه. نعم. في خطر كبير على الكرة الأردنية اليوم. إذا بدي أهتم أنا في المنتخب الوطني فقط، صدقني ما بتمشي الكرة الأردنية. نحكي باحترافية. يجب. نعم. الآن أن يكون. نعم. هناك تعاون ما بين اتحاد كرة القدم. نعم. ما بدنا نبرئ الأندية، الإدارات عليها مسؤولية في موضوع الصرف المالي لتعاقدات اللاعبين، تعاقدات مع الأجهزة الفنية، ولكن احنا بنقول الآن في مشكلة. خلينا الموسم القادم يجب اتحاد كرة القدم البحث سريعا عن شركة راعية تخفف. نعم. من العباء المالية للأندية صراحة. الوضع في هذا الجانب، في هذا الجانب، وقبل فترة لما الأندية علقت مشاركتها ممكن طلعنا في حلقة وكنا نتحدث ولامني عدد كبير من. نعم. الجماهير بأنه أنت يعني اليوم أنت منحاز لطرف الاتحاد، وما زلت بقول الأندية مشاكلها بتتحمل مسؤولية كبيرة إدارات الأندية بطريقة العمل غير احترافية أيضا في هذا الجانب. اليوم كأندي الاتحاد من فترة بحكي لك شكل رابطة الكرة في ملعبك، أنت بتشكل رابطة، أنت بتجيب الراعي، أنت اللي بتبيع حقوق بث المباريات. يعني بس أنا بسأل، هل أنت مقتنع أنه اتحاد كرة القدم مع تشكيل رابطة للأندية؟ كيف؟ الأندية تطلع وتخرج وتوضح، ما الأندية مش متحركة. أيوة، برافو عليك. نعم. تطلع الأندية وتوضح. نعم. صار في اجتماع. نعم. اطلع. نعم. وضح شو اللي صار. نعم. معاك. إذا الاتحاد. نعم. حط في عقبات أمامك اطلع. نعم. احكي. نعم. أنا أتمنى لا تيجي تحكي على التلفون في الجلسات المغلقة شكل. صحيح. وأمام. صحيح. الإعلام شكل. أما كاتحاد كرة قدم اليوم أنا ما بحاسب اتحاد كرة القدم اليوم. الله، إذا في نادي مش قادر يدفع رواتب ومش قادر. صحيح. يسكر عجز بعض الصفقات الفاشلة، أجي اليوم أنا أحمل الاتحاد مسؤولية. ليش مش معطي النادي هذا مصاري مش قادر يعطي رواتب؟ هو اللي رفع سقف اللاعبين. أما أنا كاتحاد اليوم بطالب باستقالة الاتحاد عند خساره منتخبنا الوطني. انا اذا في نهائيات كاس اسيا ما حققت انجاز غير مسبوق، خلاص ما ظل فيها الضغط الموجود. أنا بطالب. لازم ان يكون في تغيير. يا اخي نفس هالاسماء، نفس هالاسماء مش معقول. انا بطالب باستقالة. معقول ما في لاعب كره قدم من حسن عبد الفتاح لعامر شفيع لعامر ذيب لمحمود شلباي لهيثم شبول لمؤيد سليم لنجوم كره القدم الاردنيه؟ معقول فيش واحد فيهم في اتحاد كره القدم؟ كل العاملين في اتحاد كره القدم كابتن ما بنعرفهم في الرياضه. صحيح. انت رياضي من زمان، تعرف واحد فيهم؟ لا طبعا. نفس الاسماء. بس ما اليوم شفتهم ما شاء الله كلهم قاعدين على المنصه الرئيسيه. كلهم متعالين على كره القدم استاذ يحيى، كلهم قاعدين على المنصه الرئيسيه ومتعالين على الوسط الرياضي ومتعالين على الصحافه أحفادهم. والإعلام الاردني، واللي قاعد بيعمل قيمه للمدرب انه يعامل الصحافه زي هيك هو اتحاد كره القدم. هاي مشكله انا بالنسبه لي بسيطه. بس اذا انت اليوم كمنتخب مش قادر مش قادر توفر جهاز فني يقود المنتخب لإنجازات. أنا ذا اليوم على راعي بدي أتحدث عروها. إذا الأندية اليوم خلينا نكون واقعيين، الأندية اليوم أنت لما تحكي فيصل الوحدات مش قادرين تجيب راعي، كاتحاد مش قادر تجيب، يعني هاي مشكلة بشكل عام. إذا بنحكي كاحتراف وكرة قدم، فيش اتحاد في العالم ملزوم بأنه يوفر دخل شهري للأندية حتى لو من خلال راعي. أنت بتطالب راعي كونه هو مظلة. نعم. للأندية ومنظم للبطولات، لكن الاتحاد. نعم. من فترة بحكي لهم أنا مش قادر أجيب راعي. يا أخي وشكل رابط ونظم بطولاتك. طيب. لحالك كأندية. هيك بيطلع الاتحاد على الإعلام بيحكي. ماشي. إذا في حكي خلف الكواليس غير هيك تطلع إدارات الأندية وتحكي الاتحاد هو اللي واضع العقبات أمامنا. صحيح. في تشكيل الرابطة. طيب أنا بدي أسأل سؤال الآن. الفيصل والوحدات مش هم بيمثلوا الأردن في منبر رسمية؟ نعم. طيب أنا اتصل برئيس نادي الوحدات ورئيس نادي الفيصلي، إذا هم قادرين يأمنوا ملاعب عشبية يتدربوا عليها وعندهم استحقاق خلال أيام. صحيح. طيب إحنا يا أخي حجزنا ملاعب، ملعب السلط بيفتح يومين وبسكر 10، ملعب البتراء بيفتح أسبوع وبعطل سنة، ملعب الكرامي ممنوع يتدرب عليه غير المنتخبات الوطنية. يا أخي تعاونوا مع الأندية. زائد أنا بس في اللحظة الأخيرة أنت قلت بنطالب، أنا اليوم بقول شخصيا بقول الاتحاد أمام الآن خيارين، يا بقيل الجهاز الفني يا هو بقيل نفسه، لأنه لا يمكن أنه تمر العملية مرور الكرام، لأنه منتخبنا في وضع صعب. أنت زي ما قلت سقف الطموح أنه نصل مونديال
2026 في ظل الظروف اللي عايشينها والله بجوز كاس آسيا نطلع من الدور الأول. فأنت تتحدث عن بنى تحتية ما في ملاعب ما في صيانة ملاعب بشكل سليم ما في تحكيم كابتن كل يعني ما في إشي إيجابي بصراحة يعني بتمنى أنه في إشي إيجابي أحكي فيه في كرتنا المحلية والله ما في لدرجة أني إحنا يعني قرفنا إشي اسمه فطبول وكرة قدم بصراحة. احنا اذا بنحكي على المنتخب بنحكي من محبتنا طبعا. والله العظيم طبعا. اليوم الجماهير لما هي خارجة حزيني بعد الخسارة انه بتأثر على اي انسان. احنا لا يعني منتخب الوطن احنا اسمنا منتخب النشامة ويجب انه محافظوا على هالاسم. لذلك انتقاداتنا نابعة من حبنا للمنتخب الوطني. احنا ما بتربطنا بالاتحاد واعضاء الاتحاد الا كل علاقة احترام، ولكن هم في العمل العام واللي بالعمل العام بده يستحمل كتن. النقد وبنتمنى يكونوا مفتحين على الاعلام وردوا على اي معلومه خاطئه بيعتقدوا انه هي انه هاي المعلومه خاطئه. اللي ما بيغار على وطنه على منتخب وطنه يعني هذا مش رجل. نعم نعم يعني وين حميتك بتغار صحيح. اسم بلده صحيح. يا اخي يوم السلام الملكي ينعزف انا يوم اشوف علم الاردن انا من حقي افتخر في بلدي. نعم من خلال صحيح. كره القدم من خلال منتخب بلدي. نعم صحيح. ومن حقي انا لما تخسر يا رجل بتسم بدني انت مصدر سعادتنا في بعض الاوقات كره نعم. القدم انت حارمني السعادة الهاي على صعيد كرة القدم نعم. على صعيد المنتخبات الوطنية عشان تخبط في القرارات. نعم صحيح. طبيعي اطلع انتقد وفي بعض الاوقات يمكن اهاجم كمان. صحيح. وبعدين لعلمك اليوم بده يقول لي واحد مذيع انت دورك تسال عن المنتخب الوطني. لا لا لي الحق كمان احكي ما شاء الله عنك الملاحظات لا عندي. لا من حق هذا الجيل والامكانيات الموجودة ودعم الاتحاد. ترى الاتحاد ما بيقصر مع المنتخبات الوطنية. انا بتمنى على اتحاد كرة القدم انه نص مخصصات الكرة النسوية يحولها للاندية والله غير تتحسن امورهم. بكرة بنرجع للدوري نطلع باستوديو تحليلي بتكون معي فيه قبل المباراة بعشر دقائق بنحكي مع المراسل الميداني احد الزملاء المذيعين بيقول لك الاتحاد مانعني التعليمات قبل عشر دقائق ممنوع اطلع. تعرف كل شيء عندنا صح مشكلتهم بس في الامور التنظيميه. جمهور الفيصلي من وين يفوت وجمهور الوحدات يفوت مشين على اقدام من بوابه اربعه وجمهور الصريح مشين على اقدام من عند فندق الارز وتعملش مقابلات قبل عشر دقائق عشان النظام ودخول اللاعبين وكانه هذا هو هم اتحاد كره القدم. يا اخي خلي اليوم مسؤوليتك اكبر خلي منتخباتك الوطنيه كاتحاد اليوم انت وكعامل وكموظف اتحاد كره القدم تكبر بنتائج منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني لما وصل ملحق عالمي ولعب مع الاوروغواي اليوم بتحس العامل في اتحاد كره القدم وكانه بطل قومي وبطل شعبي عند صحيح. عند الجمهور الاردني. اليوم انت لما المنتخب يتعرض لخسارات انت الخاسر الاكبر في الناحيه هاي ما لك وجه تجوز تطلع من البيت او تحكي انا اليوم في اتحاد كره القدم. تصور لو الظروف بس الآخر تصور لو منتخبنا فاز على طاجكستان كان اليوم بالدرجة الثانية ما تنفتح مجانا والجماهير أجت حضرت المباراة وشجعت المنتخب. اتحاد لما شعر أنه السعوديين 5000 مشجع سعودي قادمين لتشجيع منتخبهم على أرض استاد عمان تم فتح مقاعد الدرجة الثانية واتحاد مشكور. إن شاء الله أنه يجي يوم نطلع بحلقة يكون الحديث فيها إيجابي ويكون يعني في حال أفضل من سنتين. كل حلقة بحكي نفس الكلام ومن سيء إلى أسوأ. الله يفرجها. الله ينصر أبطالنا في غزة ويرحم شهدائنا في غزة ويوفق منتخبنا الوطني ويوفق أنديتنا كرتنا المحلية. وياريت يعني مرة تصير في التاريخ. اليوم نفسي أشوف واحد قدم استقالته. نفسي أشوف إداري طلع يتحمل خسارة أو مسؤولية وقال لك أنا يا عمي مقدم استقالتي. إحنا والله لا أطلع أعتصم على باب داره أقول له ارجع. إحنا مطالب نرفض استقالتك. لا ما بستقيله. بس واحد يتحمل مسؤولية. ما بيعتبروه خدمة عامة ما بستقيله. لازم يظل يخدمونه. أنا بقول لك اللي بتحمل المسؤولية الزميل الصحفي اللي سأل المدير الفني في المؤتمر الصحفي سؤال ما عجب المدير الفني. طبعاً. ممكن هو اللي بيتحمل المسؤولية. ولا مقدم استقالته. صار ترند.